جواد قنانة يوجه لجمهوره طلبا خاصا. أسماء الخمليشي تثير إعجاب متابعيها. فيفي عبدو تفاجئ متابعيها وأصدقائها بما تخفيه عنهم وتثير ضجة كبيرة. ابنة دنيا بطمة الكبرى كبرت وباتت ملامحها مختلفة تماما، شاهد هل تشبه والدتها. سفيرة المغرب بإسبانيا تدخل المغرب بالقرقرات، مكن من استعادة الحركة بين إفريقيا وأوروبا. جواد قنانة يوجه لجمهوره طلبا خاصا. شارك خبير التجميل جواد قنانة مع متتبعيه عبر خاصية أسطوري بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. ونشر جواد قنانة تدوينة عبر حسابه بالإنستغرام يطلب جمهوره من خلالها بالدعاء لها، وكتب: يا رب تشفيني ديو معايا. ويشار إلى أن خبير التجميل جواد قنانة لم يكشف عن تفاصيل مرضها أو عن حالته الصحية، واكتفى فقط بهذه التدوينة. أسماء الخمليشي تثير إعجاب متابعيها. خطفت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي الأنظار في آخر ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وظهرت أسماء الخمليشي رفقة والدتها، بحيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستغرام صورة تجمعهما. وعبرت الخمليشي عن مدى حبها واعتزازها بوالدتها من خلال تدوينة أرفقت بالصورة التي لقت إعجاب متتبعيها. يشار إلى أن الفنانة أسماء الخمليشي كانت قد فقدت والدها مؤخرا، الأمر الذي تسبب لها في حزن كبير. فيفي عبدو تفاجئ متابعيها وأصدقائها بما تخفيه عنهم وتثير ضجة كبيرة. أحدث إعلان الفنانة المصرية فيفي عبدو ضجة بين معجبيها وأصدقائها في الوسط الفني، وذلك بسبب مرضها الذي أخفت عنهم منذ مدة. وقالت فيفي عبدو في رسالة مصورة لها على موقع الإنستغرام للتواصل الاجتماعي وهي تضع نظارتها الشمسية: ادعوا لي لأنني مريضة ولا أخبركم بمرضي، هذا ما أخبئه عنكم، كل يوم أدعو الله أن يزيح عني لكي أخبركم. وتابعت الممثلة والراقصة لمعجبيها: ادعوا لي أن أكون بصحة جيدة، أنا مريضة وربنا أكبر طبعا، وأحبكم جدا، ربنا يخليكم لي، وحبكم هو الذي سيجعلني أشفى مما أنا فيه وأكون مثل الأسد مرة أخرى. وقالت فيفي عبدو في أسفل رسالتها المصورة: إنها تحب جمهورها ولا ترغب في قول المزيد. وبعد إعلانها صارع العديد من أصدقاء فيفي عبدو من الوسط الفني بتمني الشفاء لها، ومنهم الفنانة رانيا محمود ياسين التي قالت لها: يا رب يا حبيبتي أنت قمر وزي الفل دائما يا رب. وقالت الفنانة أمينة خليل لفيفي عبدو: مليون سلام عليك يا حبيبتي. وكتبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا: سلامة قلبك يا حبيبتي، وتقومي بالسلامة وترجعي زي الأسد لناسك وحبايبك. وسبق لفيفي عبدو أن أعلنت لجمهورها في شهر مارس 2019 عبر حسابها على الإنستغرام: ادعوا لي أنا عيانة بموت، ادعوا لي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين آمين. وأوضحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وقتها أن الحالة الصحية لصديقتها فيفي عبدو بدأت في الاستقرار، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أن الدعاء يرد القضاء. ابنة دنيا بطمة الكبرى كبرت وباتت ملامحها مختلفة تماما، شاهد هل تشبه والدتها؟ كعادتها تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع متابعيها من خلال خاصية أسطوري على تطبيق الإنستغرام، وكانت تحمل طفلتها الصغيرة ليلى روز، في حين أن ابنتها الكبرى غزل أصرت على مشاركة والدتها في البث. ولفتت غزل الأنظار بظهورها بالشعر الناعم بعد تمليسه كوالدتها، فبدت ملامحها مختلفة وأكثر نضجاً، وتبدل شكلها بالكامل بالشعر الطويل الناعم، لا سيما وأن الجمهور قد اعتاد على شعرها الكيرلي القصير، فشكل اللوك الجديد مفاجأة للعديد من المتابعين.
وخلال البث دعت دنيا بطمة ابنتها للغناء معها أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومن ثم أغنية حبني أو حب غيري للنجمة أحلام. ولاحظ العديد من المتابعين أنها قد تكون ورثة موهبة الغناء من والدتها وشقيقتها حالة ترك، إلا أنه لا يمكن تحديد وحسم هذا الأمر بسبب صغر سنها الذي لا يظهر ما إن كانت تملك بالفعل خامة صوت جيدة. واعتبر العديد من المتابعين أن غزل بالشعر الناعم الطويل باتت تشبه شقيقتها حلا ترك إلى حد كبير، وأجمع الجميع على خفة دم الطفلة وطرافتها من خلال حركاتها البريئة وإصرارها على البقاء أمام الكاميرا مع والدتها. سفيرة المغرب بإسبانيا تدخل المغرب بالقرقرات، مكن من استعادة الحركة بين إفريقيا وأوروبا. أكدت كريمة بن عيش سفيرة المغرب في إسبانيا أن تدخل المغرب لفك الحصار عن معبر القرقرات مكن ليس فقط من استعادة الحركة التجارية وتنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا، وإنما أيضا بين أوروبا وإفريقيا. وأوضحت بن عيش في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس نشرتها يوم الاثنين أن القوات المسلحة الملكية تدخلت يوم 13 من نوفمبر بشكل سلمي من خلال إقامة طوق أمني، وذلك امتثالا للشرعية الدولية من أجل وضع حد للاستفزازات المتكررة والإغلاق المتعمد لهذه المنطقة من طرف ميليشيات البوليزاريو منذ 21 من أكتوبر الماضي. وأكدت سفيرة المغرب بمدريد أن المغرب هو بلد مسؤول ومستقر وذو مصداقية ومتمسك بالسلام من أجل تجنب خلق المزيد من التوترات في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن التدخل المغربي المشروع لقي ترحيبا وإشادة على المستوى الدولي. وأدانت الدبلوماسية المغربية تصرفات البوليزاريو التي تستخدم النساء والأطفال كدروع بشرية وتوظف الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام. وقالت إن المغرب القوي بموقفه الشرعي لديه قناعة راسخة بأهمية وعدالة قضيتها، وشددت بن عيش على أن الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية هو الحكم الذاتي المتقدم في إطار الوحدة الترابية للمملكة، مضيفة أن البوليزاريو فقدت ولا تزال الدعم على المستويين القاري والدولي.